السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة ميس مام التعليمية. النهاردة الفيديو بتاعنا برعاية كتاب الباهر. إن شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض محتويات كتاب الباهر الخاص بمنهج اللغة العربية والرياضيات للصف الرابع الابتدائي. قبل ما نبدأ ما تنسوش توصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات علشان يوصل لكل الناس والكل يستفاد، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على علامة الكل علشان يصلكم أي فيديو جديد أنا بنزله. نبدأ مع بعض. هنبدأ أول حاجة زي ما شايفين معايا دي شكل الكتب من بره. هنا الكتب بتصريح وتحت إشراف من وزارة التربية والتعليم، تمام زي ما شايفين كده عليها الختم بتاع الوزارة. طيب هنبدأ كده أول حاجة نشوف مع بعض محتويات الخاصة باللغة العربية. طيب نبدأ كده نشوف الكتاب من جوه، شكل كده الكتاب من جوه. هنا جايب محتويات الخاصة بالكتاب. نشوف كده المحتويات. هنا عندنا المنهج بيتكون من محورين، المحور الأول والمحور الثاني. زي ما شايفين معايا المحور الأول يحتوي على ثلاثة موضوعات، الموضوع الأول والثاني والثالث، وأيضا المحور الثاني يحتوي على ثلاث موضوعات زي ما شايفين كده، تمام. ودي الدروس اللي موجودة في الموضوع الأول، تمام. طيب لكن هنا في درس اسمه شعر يا مصر. طبعا عندي النص ده اتحذف من الكتاب ده، الوزارة بدلت النص ده بنص تاني اسمه إسلامي يا مصر. طبعا أنا بتكلم عن المنهج الخاص به السنة دي، يعني 2022، تمام، لأن طبعا كل سنة الكتب بتختلف. فالسنة دي بعد ما الكتاب انطبع كان في خطأ، فالوزارة شالت النص ده وحطت مكانه نص تاني. طيب النص التاني ده فين يا ميس؟ كتاب الباهر منزل ملحق مع الكتاب ده، لكن الحقيقة أنا ما استلمتش الملحق، لكن هو معاه ملحق. الملحق ده هيكون فيه النص بالأسئلة بتاعته، تمام، يعني بالظواهر اللغوية بالمعاني بكل حاجة متعلقة بالنص موجودة في الملحق، تمام. طيب زي ما شايفين معايا كده دي الموضوعات كلها. في نهاية الكتاب جايب هنا مراجعة عامة وجايب التقييمات. طيب دي كده بالنسبة للمحتويات. نبدأ نشوف الكتاب. طبعا هنا في البداية جاي مقدمة، تمام، هنا جايب مصطلحات المنهج، تمام. نبدأ كده نشوف مع بعض على طول خطة منهج اللغة العربية هنا الخاصة بالفصل الدراسي الأول. زي ما شايفين معايا دي الموضوعات، في النصوص، في هنا الظواهر اللغوية يعني المفردات، النحو، الإملاء، وفي هنا التعبير الكتابي. طيب بالنسبة للنحو أنا موجود عندي في القناة شرح الاسم والفعل والحرف، وإن شاء الله السنة دي هشتغل معاكم كل القواعد النحوية الخاصة بالمنهج، لكن مش هشرح الدروس نفسها، أنا هشتغل بس كل القواعد النحوية هشرحها معاكم في القناة إن شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة. وفي عندي في القناة أغلب القواعد النحوية موجودة في القناة، يعني أنا عندي موجود الاسم والفعل والحرف، وعندي كمان أسماء الإشارة. وطبعا أنا هسيب لكم لينك الفيديوهات دي كلها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو ده، تمام. طيب هنا كمان أنا عندي في القناة ضمائر المتكلم والمخاطب وضمائر الغائب، تمام، دي موجودة عندي في القناة أنا شرحتها قبل كده، واللي موجود هنا في الكتاب وأنا ما شرحتهوش زي ما قلت إن شاء الله هنزله قريب جدا. طيب زي ما شايفين معايا كمان دي كلها المفردات والنحو والإملاء، تمام، طبعا هنا النصوص والتعبير الكتابي، تمام. هنشوف اللي بعده. طيب هنا كمان جاي ملخص الظواهر القرائية والتراكيب اللغوية في الصفوف الأولى، يعني جاي بشرح كل الأساليب والتراكيب أو القواعد النحوية اللي احنا أخذناها في المراحل السابقة. احنا دلوقتي في الصف الرابع الابتدائي، لازم نكون عارفين كل القواعد النحوية دي، يعني مش احنا أخذناها في الصفوف السابقة كده خلاص نركنها وملناش علاقة بيها، لا، كل الحاجات دي بتكون مكملة معانا. طيب انا عندي في القناة كمان موجود الحركات، اي حاجة معلمة عليها بالرصاص الحاجات دي كلها موجودة عندي في القناة. انا عندي الحركات القصيرة وعندي كمان شرح الحركات الطويلة، هنا في كمان الالف اللينة. هنا الحقيقة الكتاب مراجع على كل القواعد، شايفين هنا كمان التنوين موجود كمان عندي في القناة، وعندي كمان الشدة، اللام الشمسية والقمرية موجودة، والتاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء والفرق ما بينهم موجودين كمان عندي في القناة، والفرق ما بين الاسم والفعل والحرف الدرس ده كمان موجود عندي في القناة. هنا الكتاب موضح كل حاجة، جايب أنواع الفعل والدرس ده موجود في كمان القناة، تمام، هنا كمان الدرس ده موجود في القناة. أنواع الحروف، في حروف الجر وحروف العطف وحروف النفي، أنا عندي في القناة حروف العطف، في كمان حروف النفي،
كل ده موجود شرحه في القناة اللي حابب. طيب بعد كده عندي هنا الجملة الاسمية والجملة الفعلية، علامات الترقيم دي كمان موجودة عندي في القناة كده. هنا كمان شايفين جايب الاسماء الموصولة موجود شرحها في القناة، ظرف الزمان وظرف المكان، اسماء الاشارة، كل ده موجود عندي في القناة. طيب ايه كمان هنا عندي الضمائر، طبعا ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب، كل ده كمان شرحه موجود عندي في القناة. طيب زي ما قلت هسيبه لكم في اول تعليق. هنا كمان اسلوب النداء والامر والنهي واسلوب الاستفهام، كمان موجود عندي اسلوب الاستفهام واسلوب النهي موجودين في القناة، اسلوب التعجب، اسلوب النفي، كل الحاجات دي موجودة في القناة. معي هو كده عمل تلخيص لكل الاساليب والتركيب الخاصة بالمنهج. بعد كده هنا جايب تدريبات عامة على كل الاساليب والتركيب اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي. شايفين معايا دي كلها، شايفين معايا دي كده كلها اسئلة على التركيب النحوية زي ما شايفين معايا. طبعا دي كلها مراجعة، لازم الطفل قبل ما يبدأ منهج سنة رابعة يكون عارف كل الحاجات دي تمام، وبعد ما يعرفهم يبدأ يحل. كده خلاص خلص، هنبدأ في منهج الصف الرابع. ده المحور الاول بعنوان اكتشف ذاتي، الموضوع الاول بعنوان وطني. هنبدأ كده دلوقتي مع بعض نستعرض محتويات الكتاب. هنا جايب حوار مع دكتور مجدي يعقوب زي ما شايفين معايا كده، ده الدرس تمام. طيب بعد كده جايب ايه؟ بعد كده جايب هنا قاموس الباهر، يعني جايب الكلمة ومعناها وعكسها وجمعها. بعد كده هنا جايب أنشطة على الدرس زي ما شايفين، نشاط 1 2 نشاط 3. بعد كده هنا كمان جايب لسه أنشطة تانية، نشاط 4 نشاط 5 نشاط 6 7 8. بعد كده هنا كمان نشاط 9 ونشاط 10، يعني 10 أنشطة على الدرس. بعد كده هنا جايب النشيد اللي هو زي ما قلت عليه اللي هو نشيد يا مصر، طبعا النشيد ده خلاص محذوف وهو حط مكانه نشيد تاني اسمه اسلامي يا مصر تمام. فطبعا كل الاجزاء دي اصبحت معانا دلوقتي محذوفة تمام، مش موجودة معانا في المنهج خلاص كل الاجزاء دي. طيب بعد كده هنشوف مع بعض الدرس اللي بعده اللي هو موطني. طبعا هنا جايب الدرس، دي طريقة عرضه للدرس. هنا جايب الكلمة ومعناها طبعا بنفس الطريقة، والعكس والمفرد والجمع. هنا بعد كده جايب الاسئلة زي ما شايفين معايا حضراتكم بالشكل ده تمام معايا. بعد كده هنا جايب فقرة، الفقرة دي مطلوب من الطفل زي ما شايفين معايا ان هو يطلع كل الحاجات اللي قدامكم دي. هنا عاوز كلمة بها تنوين، بها الف وصل، بها تاء مربوطة، اللام الشمسية والقمرية، شايفين معايا اسم اشارة للبعيد، تاء مفتوحة، الف لينة، همزة قطع، ضمير فعل ماضي. يعني زي ما قلت الحاجات اللي في بداية الفيديو لازم نكون عارفينها كويس جدا جدا علشان الحاجات دي بتكون مستمرة معانا تمام. وزي ما قلت هسيب لكم كل الفيديوهات دي موجودة تحت في اول تعليق تحت الفيديو ده تمام. هنا كمان جايب زي ما شايفين معايا قطعة، وبدأ ان هو يدينا عليها مجموعة من الاسئلة، دي كلها اسئلة زي ما شايفين معايا ولسه ما خلصتش تمام. كده خلاص تمام زي ما شايفين معايا هو كده بيستعرض الدرس. كده من ورا خالص في الكتاب هو جايب هنا تقييمات، جايب هنا زي ما شايفين معايا فقره، وزي ما قلت عاوز ان احنا نطلع منها او نستخرج منها الحاجات اللي هو طالبها منينا تمام بالشكل ده. شايفين معايا نبدا نكبر شويه كده تمام. كل دي ده التقييم الثاني، التقييم الثالث، التقييم الرابع، شايفين معايا كل دي اسئله، التقييم الخامس، التقييم السادس، يعني جايب 6 امتحانات او 6 تقييمات. هنا الميزة في كتاب الباهر جايب نموذج الاجابات زي ما شايفين معايا كده، دي الاجابات الخاصة بالكتاب تمام. شايفين معايا دي كلها طبعا الاجابات علشان بعد ما نحل نبدأ ان احنا نصحح لنفسنا تمام زي ما شايفين بالشكل ده، دي كلها الاجابات الخاصة بالكتاب تمام. ده كان ريفيو عن كتاب الباهر الخاص باللغة العربية. طيب يلا مع بعض نشوف الكتاب الخاص بالرياضيات، كتاب تحت تصريح واشراف من وزارة التربية والتعليم. نبدأ كده نشوف الكتاب من جوه شكل حاجة. جايب محتويات الكتاب زي ما شايفين معايا في كام وحدة، في 8 وحدات، وطبعا في الاخر جايب تقييمات، وكمان الميزة الحلوة ان هو جايب نموذج للاجابة. طيب هنا جايب طبعا مخطط الاعداد، بعد كده هنا جايب جدول الضرب زي ما شايفين معايا، وجايب هنا الارقام الهندية والارقام العربية. طبعا زي ما احنا عارفين دلوقتي الارقام بقت كلها ارقام عربية، طبعا احنا دلوقتي الكتاب هيكون بالشكل ده، الارقام هتكون كده تمام بالطريقة دي زي ما شايفين معايا بالشكل ده. طيب الدرس، القيمة المكانية الوحدة الاولى، اهداف الوحدة الاولى، الوحدة الاولى فيها كام درس؟
فيها 11 درس، دي الوحدة الأولى. تمام. طيب طريقة عرض الكتاب، أول حاجة هنا زي ما شايفين بدأ كده يشرح هنا الدرس، طبعا بيتكلم عن الرقم والصيغة العددية والعدد، هو هنا موضح الفرق ما بينهم ايه، وبعد كده مدي أمثلة. تمام زي ما شايفين كده، نشاط واحد، نشاط اتنين، بعد كده هنا في نشاط 3 4 5 6، وزي ما شايفين معايا الارقام كلها مكتوبة بالطريقة دي. تمام زي ما بناخدها كده في الانجليش، لكن دي اسمها ارقام عربية، واللي احنا كنا بنكتبها الاول كان دي اسمها ارقام هندية. طيب هنا نشاط 8، نشاط 9، بعد كده زي ما شايفين معايا جايب الاعداد الكبيرة، ده الدرس التاني طبعا. تمام وبعد كده جايب اسئلة زي ما شايفين معايا، دي طريقة عرضه. هنا جايب أنشطة طبعا على الجزئية دي كلها، شايفين معايا دي كلها أنشطة. تمام لحد هنا. بعد كده ده الدرس الثالث اللي هو تغيير القيم، زي ما شايفين معايا طبعا دي كلها ايه، دي كلها أسئلة. تمام طيب زي ما شايفين معايا طبعا علشان وقت الفيديو، طبعا الكتاب ماشي كله بنفس التسلسل، الدرس وعليه مجموعة من الأنشطة، نيجي في النهاية خالص هو جايب تقييمات، جايب هنا التقييم الأول، بعد كده هنا شايفين معايا عليه أسئلة. تمام التقييم الثاني، تمام بعد كده التقييم الثالث، صفحتين أو ثلاثة على كل تقييم، هنا التقييم الرابع، تمام التقييم الخامس، التقييم السادس، بعد كده التقييم السابع، التقييم الثامن، التاسع، بعد كده زي ما شايفين معايا كمان التقييم العاشر، تمام التقييم الحداشر، الاتناشر، التقييم الثالث عشر، يعني 13 تقييم. بعد كده هنا بيدينا نماذج الإجابة الخاصة بالكتاب بالكامل، زي ما شايفين معايا دي كلها الإجابات الخاصة بالكتاب. تمام ده كان ريفيو عن كتاب الباهر الخاص بيه اللغة العربية والرياضيات، وزي ما قلت ان شاء الله انا هشتغل معاكم كل القواعد النحوية اللي موجودة في كتاب اللغة العربية، لكن انا ما بشرحهاش من كتاب الباهر، انا بشرحها بوجه عام بطريقة بتكون سهلة وبسيطة، هتلاقوا ان شاء الله كل الفيديوهات سهلة. متنسونيش باللايك وشير وسبسكرايب.